حلا طبقة طبقة، ذقها أول مرة اطلبه كل مرة. هو أول مرة اطلبه كل مرة. إي بس كانت الدعاية تو إن ما يرفع السكر. نعم نعم. ها؟ إيه. الأوريو يرفع السكر. ما عليك، أنا حاط لك حاجات هنا يعني زي المقص. سكر، لك ثاني دون سكر، طبقات زي كذا. ها الحين الحين وش وصلنا الحين؟ الحين رشيت عليه الحليب. إيه حليب مو حاجة ثانية. حركات هل قصيم؟ إيه إيه إيه. الحمد لله اشتغل اشتغل مطور اشتغل مطور. ما شاء الله. ما شاء الله بس. إيش غلنا ذا؟ يا سلام يا سلام. الحين تشوف الحركة، هذه خلطة جاهزة. هذه سر المهنة. وش اللي هنا؟ الدنيا هاي عاد هنا هين. هذا سر المهنة. هذا سر المهنة. ما تكشف لنا بالقناة. هذا لو ترفس ما في. مرة. طيب. حنا بنشوف ال. بنرجع. أغلب مكوناته تقريبا معروف لدى الجميع أغلبها. إيه. أنا حط حاجة هنا. زي البيك الحين يحط سر خلطة بالبيك. جميل. حافظت على مكانه كيان. يا سلام. أنا زي خلطتي الآن. الشغل كله هنا. والميدان حميدان. والميدان حميدان والحلقة قدام. يا سلام يا سلام يا سلام. طيب. أنا شبه خلصنا الحين بأصب لك الحين هذا. حلو. شغل نظافة ترتيب. بيض الله وجهك أبو ياسر. بتصب الحين الخلطة؟ إيه. يلا عشان نصور. يا سلام، لا لا شغل مرتب. صدق عاد من دخل رمضان الله يشرفه ما طبينا المطبخ. أول مرة نطب المطبخ. ما شاء الله. اي والله عشان عندنا ضيوفنا الثانيين نبي نشوف الصبه ونمشي هناك. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. 3 يلا وش 3 2 1 0 يلا يلا ها بسم الله يلا ما شاء الله تبارك الله شغل مرتب. هذه خلطه سريه حقت ابو ياسر يقول الميدان احمد ابو عبد العزيز طلعت سعبيل وباقي مكان. اي والله ما شاء الله تبارك الله. لا بيضبط لك قهوة خاصة الحين هو بزينه. قهوة معي قهوتي. قهوة. يا رجال. تودك ايش تقدر ترجعك. يا سلام يا سلام. طيب تعالوا لنا كل يوم. احجزنا بالقطار وامشي. على طول جايينك. الله يسعدكم. يا رب حالك. بشوف عاد ربعنا الثانيين ضيوفنا الأفاضل. طيب ابو عبد الكريم ممكن تلبس مايك ولا ودك بدون مايك؟ خلاص راح البس مايك عشان ما سلام المايك هناك بالغرف ذيك راح يروح تسده من يسار. السلام عليكم. السلام. مليون يا هلا ومسهلا. هلا ابو دخيه. هلا بالزين. طالعين ابو الحلويات. نعم. اشكركم يا اخي. ايوه. ابو تخيل. هذه مشيت الله. تروح للمراكز مبسوط، مرتاح نفسيا، معنويا، اقتصاديا، سياسيا. فل فل. و ايه اضبطناه اضبطناه شيك ابو عبد الله ما شاء الله ولك شرف. اصبر اصبر طال عمرك الله يسعدك. شوف الحين اللمسات ابدعت يا ابو ياسر ابدعت يا ابو ياسر. لا توك ما شفت شيء. ها اي هذا تو مسمى طبق الطبقات اللي كذا طبقه وكذا شكل كذا نوع. نعم نعم الحين تشوفون الترتيب وتشوفون الشغل. ابو ياسر ابداع في ابداع. معلش لا ما عليك حط المخرج على طول من فوق الكاميرا شوف من فوق. لا ايه ما شاء الله الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. اتابعك شغل مظبوط. اي لازم ما شاء الله عليك.
ما في غشش هنا. لا ما في. ما في كومبليت ما في. يقولون شبالنا من لا يقبل شاربه ما تستمع. الله الله. اللي ما يتعب ويطبخ ويشتغل ويسوي وعندك عين وراس سوسوات الناس. ابد ابد دي. ابو ياسر. ناظران. وثقافة العيب الواحد يبعدها عنه. ايه. يشتغل اي شغله. نعم. كيف؟ والله العظيم ما بيها شيء. ابو عبد الله شوف هذه ما شاء الله بس ما شاء الله طيب الله وجهك هذه تعطي نكهه الكاكاو هذه كذا نكهه ما هي نكهه واحده هذا ما شاء الله هذا يسمى حلا طبق الطبقات ما شاء الله يعني شاء الله. كل على ما قال في طبقه ما شاء الله تبارك مرحبا يا مرحبا